المستشفى بعافية خدمة شوية المواطن. بعافية. يعني محتاجة محتاجة طبعا برضه تطوير عشان برمجة، لأن هي دي اللي بتخدم على المراكز الطبية والوحدات الصحية في كل القرى بتاع مركز شبين. نعم. ده بخلاف طبعا أنا مش عاوز أتكلم بقى طفرة في المستشفيات بالنسبة للقليوبية. يعني إحنا عندنا مستشفى القناطر خلاص على وشك إنها تخلص، القناطر الخيرية. عندنا مستشفى قبل كده أهل الحمد لله خلصت وخدمتنا الحقيقة كتير في موضوع العزل والكورونا. عندنا مستشفى كفر شكر لسه برضه مستلمينها. عندنا مستشفى حنكه خلاص نزلت التنفيذ 98%. يعني مجموعه من المستشفى طوخ خلاص اللي على الطريق الزراعي. سياده المحافظ، دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللقاء اللي عمله مع بعض اهالي قريه نوى، ايه اللي دار في هذا اللقاء؟ ايه المشاكل اللي عرضوها على رئيس الوزراء؟ اولا سيادته كان بيتقبل كل المواطنين وبيتكلم معاهم فعلا بصدر رحب. الناس بقول له حضرتك ما كانتش مصدقه. يعني لا، يعني شهاده ولا نقد ولا الاثنين مع بعض؟ لا الحقيقه لا، يعني ما فيش حاجه، يمكن في شكاوي بس يعني من مواطن كان إيه؟ يعني يمكن بالنسبه للعلاج او حاجه زي كده، واحنا خدنا الورق بتاعه ان شاء الله هنخلصه كل حاجه ما فيش مشكله. نعم. لكن بقى المواطنين الحقيقه كانوا سعداء جدا وكانوا مبسوطين بالزياره جدا، وزي ما بقول لحضرتك احساسهم ان السيد رئيس الوزراء بينزل وبيتابع بنفسه داخل البيوت والشوارع والازقه والبتاع، الكلام ده كله طبعا متميز جدا. ومعاه طبعا السيد وزير التنميه المحليه والسيد وزير الاسكان، فدي حاجه طبعا يعني كانوا مبسوطين جدا وسعداء جدا ودخلنا على قلبهم الفرحه فعلا. يعني وكل بقى ما المشروعات دي تبان ونسب التنفيذ بتزيد، يمكن انا شايف مع حضرتك على الشاشه المواطنه دي كانت في منتهى السعاده الحقيقه وهي بتتكلم مع السيد رئيس الوزراء، وكان بيستمع لها وخدت وقتها فعلا الكامل، وهي يعني بتقول ان هي تشكر يعني على المشروعات والكلام ده كله. نعم. طيب سياده المحافظ، ايضا بنتكلم على عمليه كم مشروع عندنا في القليوبيه بشكل عام حياه كريمه. هو عموما بالنسبه لشبين حوالي 181 مشروع زي ما قلت لحضرتك في كافه المجالات. يمكن اهم حاجه مثلا الميه، احنا هنوصل والصرف الصحي هنوصل يمكن ل 92% بعد انتهاء المشروعات اللي هي جايه، وهنكمل ان شاء الله. لكن دي برضه حاجه غير مسبوقه. احنا كنا في حضرتك في بعض محافظات الصعيد طبعا احنا خدمنا قبل كده. كان لما بدانا يمكن ب 13% في 2013 2014، واخد بال حضرتك بدات العمليه تزيد بالمشروعات ان شاء الله للمناطق المخدومه والقرى المخدومه. كانوا بيشربوا منين؟ للاسف بقى كان الطرمبات أيوة. الحبشه دي وبتاع والكلام ده كله. لكن النهارده الفلسفه دي اتغيرت خالص، محطات اتعملت على اعلى مستوى. يعني في محافظات سيدنا يقول لك احنا بنشرب النهارده المحطات اللي فيها بنشرب منها ميه معدنيه. فعلا يعني الكلام ده بيقولوه، لو خد بالك من نظافه الميه عندنا احنا محطه في شطوره كده انضف وفرشوت. من يعني مش عايز اقول لحضرتك ايه. اتفضل. وبرشوت برضه هيتعمل عندكم في القلوبيه؟ والقلوبيه شغالين، كل المحطات شغالين على يعني على مستوى عالي جدا، على مشروع الصرف الصحي، جهاز تنفيذ المياه الشرب والصرف الصحي. أيوة. الشقه القابضه الحقيقه كله شغال وكله بيتسابق فعلا ان احنا نخلص هذه المشروعات. محتاجه متابعه الشغل ده زي ما رئيس الوزراء نزل النهارده نزل يتابع. فمحتاجه متابعه من حضرتك ايضا وكل المعنيين. طبعا طبعا أكيد. يعني زي سياده الرئيس ما بيقول الناس يعني بيتعبوا ولازم نتعب كتير الفتره ديت أكيد عشان أكيد المشروعات دي تخلص في التوقيتات اللي الرئيس محددها. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. فلوس قد ايه للمرحله الاولى عند سيادتك في القليوبيه بالنسبه للقيمه؟ حياه كريمه. حياه كريمه، احنا عندنا لغايه دلوقتي 2.6 مليار. دي للمشروعات العاديه اللي هي الميه والكهرباء والغاز والاتصالات. خلي بال حضرتك ده بخلاف مشروع تبطين الترع، وده مهم جدا. وده مهم جدا، لان مشروع التبطين الترع يمكن داخل فيه على مستوى المحافظه هنا يمكن داخل 3.8 مليار لوحده. 1148 كيلو. منهم 140 كيلو ترع ان شاء الله تبطين في مركز شبين برضه حاجه كريمه. دول لوحدهم 580 مليون. نعم. في مركز شبين. سياده المحافظ كلمنا على الاسره اللي هم يعني في ثلاث سيدات فضليات كان ايضا رئيس الوزراء دخل بيتهم، ايه حكايتهم؟
برضه نفس القصة طبعا، بيت قديم جدا متهالك برضه، يعني أنا في رأيي طبعا بيمثل خطورة يعني. فالحمد لله طبعا المطر زي ما أنت شايف حضرتك يمكن طارد أو استقفي كنا بنتكلم عليه. فعلا يعني ما بيحموهمش طبعا من برد الشتاء ولا الأمطار ولا الكلام ده كله. فقد إيه سعادتهم طبعا إن إحنا هنبدأ إن شاء الله على طول خطة الإحلال والتجديد ويستلموا البيت بتاعهم جديد ان شاء الله باذن الله في نفس المكان. البيوت دي تخلص في خلال قد ايه يا فندم؟ لا ان شاء الله في خلال الشهور اللي جايه، الشهور القليله القادمه باذن الله. نعم. ان شاء الله قبل الشتاء ان شاء الله، قبل المطر اقصد يعني. ربنا يوفقنا، احنا بنشتغل على طول، والجهاز المركزي للتعمير هو المعني ان شاء الله بالاشراف والتنفيذ، واحنا معاه ومؤسسه حركه عيننا معانا الحقيقه برضه بتشرف، ويعني ان شاء الله باذن الله في اسرع وقت ممكن، يعني كلنا بنتسابق ان شاء الله ان احنا نخلص. مزلقان اليوم سيادة المحافظ والناس كانوا بيتكلموا عليه النهارده ومشاكله والحاجات اللي بتحصل على المزلقان، ايه اللي سيادة دولة رئيس الوزراء قال لهم ايه؟ هو طبعا في عندنا اهم مزلقان منهم اللي هو مزلقان العراقي، وده احنا حاطينه في الخطه ان شاء الله. هو محتاج طبعا، هيحتاج شغل كبير الحقيقه، مش محتاج عمل هندسي بسيط، لا، لان ده محتاج كوبري علوي للسيارات والمشاه والبتاع. فان شاء الله احنا بندبر كل حاجه ولازم يتحل يعني، وانا نفسي بعدي منه وعارف المشاكل بتاعته. هو ده اهم، هو في ثلاث مزلقات اهمهم مزلقان العراقي. ووعد رئيس الوزراء انه هي